أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايين نتكلم عن حاجة غريبة جدا جدا حصلت في 2021. نجيب محفوظ، مين ما يعرفش نجيب محفوظ؟ اللي ما يعرفش احنا هنقول له. نجيب محفوظ اتولد سنة 1911، يعني من حوالي 110 سنة تقريبا. نجيب محفوظ مات سنة 2006، يعني كان عنده 95 سنة. النهاردة بعد ما مات ب 15 سنة ظهرت له رواية جديدة جدا 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 جدا. ايه حكاية الرواية دي وايه اللي حصل هقول لكم، بس هنتكلم شوية عن نجيب محفوظ. نجيب محفوظ عمل شوية مؤلفات كتيرة، كان من اهمهم السكرية، قصر الشوق، بيض القصرين، واهم حاجة عملها ولاد حارتنا اللي خد عليها جائزة نوبل. نجيب محفوظ كان شغال سكرتير البرلماني في وزارة الاوقاف، كان شغال مستشار المؤسسة العامة للسينما والاذاعة والتلفزيون. نجيب محفوظ اتجوز سنة 52 بعد الثورة طبعا. نرجع تاني لحكاية نجيب محفوظ في 2021. نجيب محفوظ زي ما قلنا اتوفى سنة 2006، يعني النهارده بقى له 15 سنة. هكلمكم عن نجيب محفوظ وعن الإنجاز اللي هو عمله في 2021. استنوني وتابعوني في الفيديو الجاي عشان تعرفوا اللي